الاستاذ ايمن، البعض يتحدث ايمن بيه انه طب ما احنا لو جبنا فرقه تقيله زي مثلا ما عملت تونس واتضربت 5-1 مؤكد هذا الامر يؤثر بالسلب الشديد على الفريق وعلى الجماهير وعلى المدرب والكلام ده كله. على الجانب الاخر قال لك ده اول مباراتين، انا محتاج برضو امشي واحده واحده. اتفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وسعيد ان انا طبعا اكون معاكم بعد هذه الاجازه. منور يا ايمن بيه. وانت كنت يعني بختلف مع اخويا و صديق الاستاذ شريف في وجهه النظر. نعم. انا شايف انه الظروف مختلفه، يعني انا ببدا بجهاز فني جديد، ما عنديش الفرق اللي هو ضرب مثل بتونس. تونس بتستعد لكاس العالم، من حقها تلعب مع مستويات هتشوفها في كاس العالم، لكن انا عندي جهاز فني جديد لسه بيتعرف على اللعيبه، ده في اول تجمع ليه، محتاج ان هو مباراة زي ما بيقولوا يعني ايه تمهيدية عشان اقدر اشوف حتى اللعيبة بتتحرك ازاي. لكن انا شايف انه في استفادة حصلت. انا شايف انه المنتخب بتاعنا قياسا على ما كان مع كروش يعني او مع الكابتن إيهاب جلال. لا في تحرك بدون كرة، في نزعة هجومية، في روح جديدة. يمكن الـ الناس كلها مستغربة انك انت جبت المحترفين ليه مع مباراتين يعني مش ذات قوة. انا شايف ان هو الراجل حتى كان في تصريح تقريبا لمحمد صلاح ان هو او المدرب قال ان هو محمد صلاح اصر ان هو يجي عشان يتعرف على الجهاز الفني في اول تجمع ليه. لا انا شايف انه مع احترامي طبعا لوجهة نظر الاستاذ شريف، انا موافق على انك انت تبدا زي ما بيقولوا ستيب باي ستيب، مرحله. لكن الحكم الاساسي او النهائي على اي جهاز فني لابد ان يكون من خلال مباريات رسميه. نعم. لا بالهزيمه او بالفوز. لكن انا شايف الماتش الثاني مع ليبيريا كان افضل فنيا من مباراه النيجر، بالرغم انه محمد صلاح ما كانش موجود. لا انا بتكلم على التحركات والباص والتقدم باللعيبه، وبتلاقي بعض والنقل الكوره كان مختلف. لكن انا شايف انه فيها استفاده طبعا بغض النظر عن اي من النتيجه، حتى لو كانت خساره انا شايف انه هو استفاد، انه هو عرف اللعيبه. طيب فهم المنتخب.